الاسعار نار، الاسعار نار، وانت شخص تحب تعرف الاسعار بكم، لكن نسيت انا ما قلتش لا معناها. السلام عليكم يا اخوتي، ايش الاخبار؟ حلقتنا اليوم تفيد الناس اللي تبي تسافر، تبي تسافر وتبي تقرا وتبي تعرف زي ما تقول البادجت متاعها كم، واللي مش عارف كلمه بادجت ما تجيش معناها، ما تجيش هنا او تعلمها وتعال. هي الميزانيه، عرفني انت ميزانيتك كم، انت كم تبي تصرف في الشهر، تبي تجي انا مثلا قرايه، تبي تجي هنا مثلا عمل، تبي تجي هنا اي حاجه. وكويسه حتى للناس اللي هم ما يطلعوش حتى من المربع نتاعهم من منطقتهم، لكن زباده يعني يسالوا على الخيار اليوم بكم، على الطماطم بكم. فنحن شنو حنخش تو اكبر محل يعني موجود هنا في المدينه، ونقارنوه بباقي المحلات، ونعرفوا زي ما تقول شنو كيف تقدر تعيش بارخص طريقه، لكن شنو مش اجرب يعني، لكن تعيش زي ما تقول تعيش بذكاء شوي. والمده اللي فاتت انتشرت صورك في الفيسبوك يعني فيها صوره 13 عنبه ب 4 يورو، نبغى نعرف احنا الكلام هذا في منا ولا ما فيش. اي خش نشوفوا اهم حاجه تو شنو اللي هي لوكال، يعني انت ممكن تتغاضى عن عرم حاجات صح، بس لوكال اهم حاجه. تعال نشوفوا هي. قبل ما نخش جوا على لوكال، انا بس بنوريك ان هذا اكبر محل فيه بطارياتك، حركاتك، لمباتك، ملابسك، مش عارف شنو، يعني في اي حاجه تبيها. قبل ما تخش معايا في حسبه وتهبلني ونهبلك وتبدا تسال فيا، تعالوا من تو نحسبوها هيك، مش نحسبوها، تعالوا نديروا حسبه بسيطه بعدين نجي نحلوها في النهايه. الكرون مثلا نديروا ال10 كرون بيورو، تمام؟ ال10 كرون بيورو، يعني لو حاجه ب 50 كرون معناها هذينا 5 يورو، تمام؟ حلو الكلام؟ هاي باش نخش مع بعضنا في الحسبه. الموز، لا الموز رخيص اليوم، الموز ب 10. الليم، الليمة الواحدة بخمسة كرون، لكن الغريبة هنا الخيار، يعني الخيارة بخمسة وعشرين كرون ليش الطرف الواحد؟ يعني أنا نشتري خيارة واحدة، يعني هذه نشريها باتنين يورو ونص، عليش يعني ما هو السبب؟ طبعا واحد من الأسباب إنه هو شنو خيار سويدي، يعني لكن يعني مثلا شنو حتكون طعمته مثلا، يعني ماندالينا حتكون طعم، ما هو خيار يعني بلاها الشرمولة طاحت الخيار. بصل أحمر ب20، بصل انا ديما رخيص، بصل اصفر هذا مش عارف معامله قرده، وهذا مش عارف الاربعة ب35، عرفت؟ البطاطا لا، في اسعار يعني في المتناول يعني. انت شوف معامله الكسبر، يعني شوف انت الكسبر شوف كيف يتعامل، يعني هذه باقه ورد تمشي تجيب لهم باقه كسبر، انت شوف هذا الحبق ترى، انت يعني الحبق معاملينه معامله غادي ينبل ويموت فيه من اول يوم كما انباعش. الرطب 75 قرش كان. الشبت قاعد في التلاجة جوا. الشبت يعني. اللي هو تلقاه معزوق اصلا تحت كرعين المصري في المحل. الكمون هو العزيز اللي يحب ان يدير كسكسو. الكمون هو ميكانه قاعد. تقول يبيعه في حوت. لكن دايرين عارض انا ما تفهم شيء. كدس الكداس يجوك الناس. شكله في واحد، شكله واحد من جماعة بوشعاده يدير لهم الطرحة هذه. وهو العنب يعني بأشكاله وألوانه هو ب37 يعني، لأن زي ما قلنا نحن 3 يورو 80 سنت مثلا، هو قاعد وعنب واجد يعني وألوانك وأشكالك، مش 3 حبات عنب ولا مش الكذب اللي يكذبوا فيه. وهذينا طبعا حاجات تبي تنساها يعني كأنك أنت تبي، لأنها غليات وكذب. تلقاهم بيبيعوا فيه مرات على الفيس، تلقى واحدة مثلا شنو دايرة ترتات، تشتريها منه تشتريش منها أنا. الخبزة المصرية ولا الخبزة الشامية هي قاعدة ب8 تيلي ولا مدري ب8، يعني أقل من يورو، يعني الخمس فرادي فيها جو تقريبا. هذه الدجاجة طايبة وواطية، تاخذها أنا في شكارتها قاعدة في الدفاية جو كم؟ ب60، يعني 6 يورو. وهذين أوراق مشويات مش عارفة كم الطرف، مش مكتوب وأنا مكتوبة فوق. أستغفر الله العظيم، شكله سمح. هذه طبعا حاجات للناس المدلع يعني اللي ما يبوش يطيبوا في الحوش ولا مستعجلين اليوم. تعال نديروا حسبه هنا باش ما نظلموش حد، لا نظلموا المرتبات ولا نظلموا حاجه.
نحن حنحسبوها بالدولار العالمي تمام. يعني مثلا حكيت البيبسي اذا بكم هنا بسبعة مثلا سبعة كرون في ليبيا بكم بجنيهين، معنا جنيهين سبعة كرون معنا الجنيه ثلاثة ونص. حلو الكلام، يعني هذه هي حتكون حسبتنا تو. نحن حسبها الدحية أنا بتاخذ أربع دحيات، بتاخذ ست دحيات، بتاخذ ثمان دحيات، بتاخذ دحيتين، مهمك شيء مفرين لك كل حاجة. ركز لي على الدحي السويدي هذا إنه بكم؟ بسبعة وأربعين، ثمانية وأربعين تقريبا، في عشرين دحية في ستيك. ركز لي عليه عشان حنقارنوه بعدين. طلعت توا وماشي للمحلات الاخرى، محلات العربيه اللي يقولوا له المحل العربي اللي هو مش عربي، هو محل كردي، اغلبهم مكراد اللي ماسكين المحلات. تعال نشوفوه. بين المحلات اللي بدري انها ضيقات وكذا، فانا اخترت المحل هذا لان هذا من اكبر المحلات. انا بالصدفه لقيت محمد قاعد. انا شنو يا محمد؟ شريت خبزة بداير دعاية. شريت خبزة داير لها دعاية. خلاص بعد ما سمعنا محمد شنو يقول نخش نشوف العنب بكم والطماطم بكم. فضل لو متخش تلقى الحاجات اللي عليهم تخفيض، جو الرمي هيك عارفة كيف، يمكن عازقين عازم الخبزة حتى هي ما فيش، مش الخبزة المصرية بس، الخبزة البنينة هي الطويلة. جو سمع. متذكرين الطماطم كم بدري؟ هذا الخيار طافين ب 15 لكن مش سويدي. تفاحك، حركاتك، مندلينتك، تبي فول وحمص مسلوق ولا زيتون محشي ثوم؟ يعني انا نشر الكميه الكبيره هذه كلها الباذنجان مشوي عليه. البضاعه انا ارخص ليش؟ يعني غالبا لان البضاعه هنا اغلبيتها مش سويديه، عرفت يعني جايه مثلا من الشرق الاوسط او مرات جايه حتى من دول اوروبيه اخرى، فجي ارخص شويه. هذا اسعار الرز هنا تبدا عارف انت ريتا كيف انت، قلت لك عازقنا عازق في سوق العرب قاعدين، شربة مش عارف شنو الكسكسو. في فيك احساس هيك ان انت قاعد في المجوري. التمر هنا طبعا شنو ما عندهمش يعني في السويد تمر، فاكيد التمر هيجي من وين؟ يعني من شمال افريقيا، من الشرق الاوسط، من السعوديه، في هنا من الامارات، في من ايران، وفي شنو يا معلم هذه على منا ليبيا يا اولاد ما نحن نداد. احنا نشرو في البضاعة انا احنا الليبيين نجوا ديما نشرو فيه التمر هذا عشان يعني بنكسبوا انه بنكسبوا البضاعة الوطنية عشان نخدم. طبعا في حاجات واجد ما زي ما صورنا هنا زي ما تقول الدحي ما دي وريت كم هنا الدحي مثلا عندهم في المحل ب 40 كرون، ال 40 دحي يعني الدحية بكرون ارخص من غادي بواجد. زي ما شفنا غادي 47 كان او تقريبا 50 يعني و20 دحية بس. لكن يجي واحد يقول لي بي شنو انا بناكل ونشرب بس، ما انا نبي نعيش وبنشوف الدنيا. ومعك الحق، انا نقول لك معك الحق. وخلينا متذكرين ان احنا نحكوا على السويدي، يعني ما نحكوش مثلا على بولندا ولا رومانيا ولا كذا، نحن نحكوا على وحده من الدول لانه يعتبر من اغلى الدول في اوروبا. يعني زي ما قلنا من قبل اغلب الناس هنا ساكنين ايجار، الاغلبيه ساكنين ايجار تمام، وايجار مثلا من مش من بعضهم يعني مش هنا شركات هنا لاجر. لو انت بروحك ممكن مثلا تسكن مع واحد مش حتفوت 300 يورو، لو مثلا تبي تسكن وحدك في استوديو كي مش حتفوت 500 550، هذه علي حسب المدينه يعني. وانا ما نرشحش لحد انه يسكن في مدينه كبيره خاصه في البدايه. فالمدن المتوسطه مثلا زي المدينه اللي انا عايش فيها فيها 100000 150 200000، هذه المدن المتوسطه انا كويسات في انشغل، وفي نفس الوقت يعني في ما فيش مصاريف واجد، مش غاليات واجد خاصه من ناحيه المواصلات وكذا، ما فيهاش مترو وقطار بتاع انت تبي حتى تمشي العمل مصاريفك اليوميه ذينا كل انت بتحسبن. المهم ضروري تعرف وتفهم ان المرتبات هنا مزين المرتبات عندك في اوروبا بصفه عامه يعني، وخاصه هنا في السويد. فضروري الحاجه هنا تجد اغلى من غادي بواجد، فانت لما جيت تحسب تعال احسب هنا المرتبات كيف، المرتبات مناسبه جدا للمصاريف. يعني هنا اغلب المرتبات مش المتوسط زي ما حكينا من قبل، اغلب المرتبات يتراوح بين 1800 ل 2000 يورو. فلما تجي تشوف انت مثلا الدحي والله ب 4 يورو، الدجاج مثلا ب 25 يعني ب 2 يورو ونص 3 يورو، الحليب مثلا بيورو ونص،
لا الحياة حلوة معناها كل حاجة في المتناول، الوكال معناها رخيص يعتبر، عكس نحن عندنا غادي، لأن الدنيا مش عارف انقلبت بعد تغيبة الدولار وكذا، فالدنيا مقلوبة قاعدة، لا الناس زادوا مرتباتهم ولا البضاعة رخصت، فأنت قاعدة محتاج تشتغل شغلة فوق شغلتك مش إنك توفر مستلزماتك الطبيعية جدا يعني، فاهم؟ أغلب الناس، فأي حد يفكر إنه هو يكون في موقع مسؤولية ضروري يفكر إنه هو شنو يدير مع الناس، الناس ضروري يلقوا حاجاتهم اليومية يشرون، يعني معقولة مثلا نمشي نشتري كيلو اللحم ب 40 و 45 و 50 دينار، وأنا مرتبي مثلا 800 900، هذه كيف جت؟ انا مثلا زي ما قلت كان بدري الكيلو لحم مثلا ب 100 كرون، لما يكون مرتبك 20000 كرون ولا حاجه، لو شريت انت كيلو لحم كل يوم انت صرفت 3000 بس من ال 20000، قعد لك 17000، فخطر على اللحم يعني، فانا جعت تواب بنركب نتغدى. شكرا جزيلا لحسن استماعكم يا حبيبي، ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو جديد نحكوا فيه على حاجه واحده اخرى. السلام عليكم.